الأول تاتي حسايف بشعار هجن العاصفة بتوقيت متميز 7:38 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما شوطنا الثاني وشوط أيضا اللقاية لبكار المهجنات تنطلق عهد بشعار هجن الرياسة بعد ما قدمها حمد بن أحمد بن مايدي الخيري 7:44 بالوفاء والتمام توقيتها الزمني. وشوطنا الثالث ينطلق مهول بشعار هجن العاصفة والشوط الأول الخاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:41 وخمس أجزاء من الثانية. التهاني موصولة أيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير. أما الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى وأول أشواط اللقاية الجعدان المهجنات ينطلق أيضا شاهين بشعار هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مروشد 7:44 وثمان أجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما شوط الخامس وبداية الجولة الثانية تنطلق الشبلة بشعار هجن الرئاسة وبقيادة البارة عيسى بن أحمد بن مايد الخيري. والمنظر الرائع في هذا الشوط أيضا والتنافس حتى اللحظات الأخيرة 7:46 ثلاث أجزاء من الثانية توقيت الشبلة. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري. أما شوطنا السادس فتنطلق العنود بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان 7:51 التوقيت الزمني وأربع أجزاء من الثانية. التهاني أيضا للجنتلمان أحمد بن خلفاء بالصايغ المزروعي والسلامات لأهالي سويحان. فكان الانطلاق من سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم وبقيادة خبير المضمرين مسري بن سالم بالعرض الحميري 7:48 ثمان أجزاء من الثانية توقيت الزمني. والشوط الثامن ينطلق الرايق القادم أيضا من ميدان الشحانية وبشعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني وبقيادة فهد بن سالم بن مسعود 7:41 خمس أجزاء من الثانية توقيته الزمني. وشوطنا التاسع أيضا تنطلق سرابة التابعة من هجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير 7:46 وأربع أجزاء من الثانية توقيتها الزمني في مسافة 5 كيلومترات. أما شوطنا العاشر فكان الموعد حاضرا مع بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير. من قاد بشاير في هذا الشوط 7:45 وأربع أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. أما الشوط الحادي عشر فكان الموعد حاضرا مع الذيب بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري 7:44 جزء واحد من الثانية توقيته في مسافة 5 كيلومترات. أما الشوط الثاني عشر فينطلق أيضا بطاش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري 7:46 وجزئين من الثانية توقيته الزمني. أما الشوط الثالث عشر فكانت التحديات من الشاهينية لسمو الشيخ حميد بن خالد النعيمي وبقيادة صالح بن راشد العويسي 7:49 وثمان أجزاء من الثانية توقيته الزمني. شوطنا الرابع عشر وشوط الختام تنطلق اليافل بشعار هجن الرئاسة وبقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيري 7:45 وسبع أجزاء من الثانية توقيت اليافل. تهانينا للجميع مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات الرائعة اللي عشناها أيضا في هذه الأمسية التراثية الجميلة بأيضا من أرضية هذا الميدان تحفة الميادين ميدان المرموم بدانة الدنيا دبي. إلى هنا مشاهدي متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا المساء. تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى الملتقى.